محمد شيخ عبد الله حسن وحو كل شيء دول كانوا قالت أما دول كلو يغان لاسو هدينو رغهان أما أتلمانو قوبتينا وحو كل شيء مقالة بو هودلي بل أدو ولو مقعدري سعما ديقو يعني وابلغي أنبيهيسو سعكو في اللين بلغا وانو استاقني أنيقو الله سعودا أبتغيس جامع السيد فرتو كنت المامي وحو يري أغل كودي حلقا أيو كدسنا مركي سيد محمد لشي هو يدي واتينو سو شاقني ووحل أورنجري عرسيد وحي هيد غفل المهان تأح دابا ديد وحو كوكوري للكا عيديد حوليه مركا لهايستي او أغلادا لغن كودوها جيل إيو فردو أيا أبادنا مركا فردها إيو جيلا إيو أريقا إيو لوداس أيو كودح كوري وساقو إنا رير بادي أح هسي أهاتي وحالا شيغي تدو بجير مركي أوها إنو آبهي كوداري دوكسيغا تاسو وامير عادة إسكا أح او ننكست او ويلو رشو أما ويلا البادن لي إلا إيا حد ما تاريخ داس واجوك تايا وحا لغو مارمان أح إن قرآن كاللبارو وحالا ليه هاي توبانجير نمديسي أيو قرآن كاكود ميجي لما شيغين لالن يردي اللفي لهايد وحقو ليرا ذاتك غاركي وحي يرادان مركيو يرا فير فرعوني إيو فردها فولان كودا إيو وحيابا بالان أيي كوتي المامان حاسي أهاتي نمانكي دراويشيت أو يقين أو الله كوري وقوغل يرادو قبيساني أو داشي لا داشي كما أي تلمامين وح ودل يرادا كقدوانا ننك الله يرادو علي روح أول أورنجيري علي آدن قبياغانا أها قييغا صوماليغانا آد لوغيغان أيان مالينو إني يو وحاني لي علي روحو وانتيبا جرتا وحو يري بغول إيو تضوبا غور ما دلتي قوغل لي راهدو قبيساني سيد محمد بانو دلان يوري لبا هبين أو إسكوحيغا أنا وحان كودا شاير بغراس ميشا لي راهدو ومقالة بو هود لي لين عهودكا كحيكتا سيد كنا وحو كودا شاي سعمد ديغو ومقالة بو هود لي لين عوغوي كحيكتا وانا دول كانو داقي جريبو يرانتي سيد كوا ودا عياري جريبو لي وانو إسنقين وحو هاتن للي ردك قدونا ما يجرين بوري حسي أهاتي وحا كم مغنجري بوري وح فهم الله يراهدو وقران كم مركو أغريهايو أما كلكو ماركتي ميلها جوغو وح الله وحي الله شيغو مسكح دا أيوكو غلنجري وافه ما بدنا انتا أيوكا شيغي ماركي دميرا أدي وحي على روحي سيد محمد إسلام مرين وحي لاتي أدون كوالاق أغيه سيد محمد عبد الله حسن ماركي وقران كي دميي وحو بلاري إنو بارتو علميغا كتب تيارير سيدا صفينها إيو أبو شجاعة إيو مارك تيمح أجرميها إيو كتب تيار علميغا إسلامكا فرها أوه تاسو مركا نقال آد لوغي يقين شاكي كماجيرو إنو تاس سفي عن نقال أغو بارتاي ماركي دمنا وحو الرعيبا ليري نين شيخة والأورنجيري شيخ أبوكر شيخ إبراهيم لغونا نانيسي جيري شيخ أبوكر فولديري نين عالمة أيوها وووضا شي شيخال وحالا يري وذاتك ماركي هورا وقران كبرتي وحالا أورنجيري كود قران وذاتك دميتانا وعلمك كبرتانا شيخ أبوكر شيخ إبراهيم ولغونا نانيسي جيري شيخ أبوكر فولديري لبنين أوكالا دارن بيهاين كود قران محا معالن كاللوغو بحيي سوماليدو وحي أي لايابتو wixii wax dila ayay ku tilmaamaan oo ninkaas sidoo quraanka u yiqiin ayay kudka geela laaya ugu magac dareen Sheikh Mahamud Foldeerana aalim adduunka laga yaqaan buu aha wax la leeyahay maalin ba Sayid Maxamed wuxuu istaagay ceelka walwaaleed walwaalna waa ceelka ceelasha ugu dheer kolku dhererkiisii la yaabay ayuu wuxuu yiri cilmigii Sheikh Foldeere ayaa buuxin laha walwaal wax la yiraahdaa dadkii hore ayaa qoday وعيل آدو دير وحال لغا حكومة مغالا دوار دير آن شاكاد نسيو وضاني هاد دابا وحا هبالا مركي او قران كبرتاي علميقين آغرسادي محمد انو كاتيقا يوان غندونو او محمد سيدا حيركا سوماليد او يهي محايا لينكو مركو علميقا وحكاشيغو وحال لغا حشو دا مقعيسيو وان لوغو دارو او كلمة دالي راهدو محايلة ولينا هذا الشيخ نما مقارن للكو مساجد ملاهين ميلا وحلقوا أغرصتنا ملاهين
caadada wax lagu bartaa waayadii hore waxay ahayd ninku inuu reer guuraagiisa iska dhex socdo oo hadda meeshii la degan yahay wadaadku geedka hoostiisa cilmiga ku akhriyo kitaabkana sidaa ku dhammeeyo. Marka Sayid Maxamed kutubta badankeeda wuxuu ku akhrisaday Nugaal, dad baa waxay yidhaahdaan dhul badan buu maray oo galbeed iyo koonfurka iyo arladaas u kacay, taa annagu raad uma hayno. Haddaba muddo hadduu Nugaal warwareegayay sheekhu intaanuba guursan ayaa waxaa la leeyahay ayuu wuxuu aada u jeclaaday inuu cilmigiisa sii kororsado, haybaddiisana kor u qaado si uu u gaaro bal marka horeba magaca la yidhaahdo Sheekh Maxamed. Waxaa la leeyahay markii uu xajka u kacay, sideedana waxaa caado iska ahaan jiray ninku markii uu sheekh yahay iyo markii uu waayeel yahay labadaa gooroodba inuu had iyo jeer xajka qalbiga ku hayo, maxaa yeelay ninka magaca dheeri haddii uu mar xaaji noqdo magaciisii ayaa sii kordhaya, ninka sheekhaana diintiisii iyo magaciisiiba kor bay noqonayaan oo wuxuu la mid noqonayaa nin shahaado jaamiciya qaatay oo kaleeto. Marka xilli aan la garanaynin ayaa Sayid Maxamed oo markaa ahaa aw Maxamed isagii iyo dhowr iyo toban kale ku tashadeen inay u kacaan Maka. Waagii horena Maka mar haddii badda laga gudbo waa loo lugayn jiray. Waxaa la leeyahay laba iyo toban nin ayay israaceen oo laba abtiyaashiisi ka mid yihiin Xaaji Aadan Seed iyo Obsiya Seed. Labadaasuba markii dambe dariiqada ayay ku dhinteen, dabadeedna wuxuu tegey xaramka magaalada Maka. Sida la sheegay saddex sannadood ayuu joogay. Wuxuu ku darmay xertii ninkii la oran jiray Sayid Maxamed Saalax oo u dhashay Suudaan. Sayid Maxamed Saalaxna dariiqada Saalixiya ninkii soo saaray weeye. Dariiqada Saalixiya wuxuu ka soo dhambalay dariiqada la yidhaahdo Axmediya laan ka mida weeye. Meesha la yidhaahdo Barxatu Rashiidiya ayaa gurya uga dhisnaayeen baa la yidhi oo magaalada xaramka korkeeda kore ah. Waxaa la leeyahay Sayid Maxamed saddexdaas sano oo uu Maka joogay wuxuu khaadim u ahaa ama xertiisa ka mid ahaa Sayid Maxamed Saalax oo Suudaan u dhashay, hase ahaatee nin caalima oo geyiga laga yaqiin ahaa. Dariiqooyin badan ayaa markaa lagu haystay magaalada Maka, ama qaadiriya ha noqoto, ama saalixiya ha ahaadeen, ama marqaniya ha ahaadeen, ama kuwo kale oo ka sii daran. Sayid Maxamed wuxuu doortay dariiqada saalixiya inuu ka mid noqdo. Sababtu u doortay lama sheegi karo, waxse laga yaabaa markii hore Soomaaliya hadduu joogay oo qaadiriya ahaa inuu yidhi dariiqa aad keligaa ku shaqaysatid oo xer ku yeelatid allaylii allaylihi samayso, maxaa yeelay waa raganimo gaar ah. Dhan kale markii loo eego wixii lagula wadaago waxaan lagula wadaagin ayaa ka fiican. Dariiqada saalixiyana geyiga Soomaaliya markaa lagama oqoon. Waaba laga yaabaa inuu u arkayay dariiqada saalixiya inay qaadiriyada ka fiican tahay oo ka falli badan tahay.